اخواني اخواتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم ا او بي ماروك ديال الدارجه، ومرحبا بكم في قناه اخرى ديال ا او بي كندا اللي بالفرنسي ان بو دونغلي. مرحبا بكم كاملين، مرحبا بكم كاملين. اليوم هذه الحلقه شويه سخنوا قبل ما نهضروا عليها، شويه تري تري سبيسيال. هذه الحلقه خاصه بالرياضيين، اللي رياضي يحاول يتبع هادشي اللي غنقول ليه، وغادي يجي لكندا 100% ومضمونه. داروها الناس بزاف، داروها وجاو لكندا او امريكا، اوكي، امريكا، الولايات المتحده الامريكيه. هاد الموضوع هذا قليل فين كاين في يوتيوب، اوكي، ولكن انا غادي نهضر على هاد الموضوع هذا باش نهضروا على واحد الفئه مهمشه ما كيهضرش عليها الناس بزاف. الفيديو كامل عامر غير اللي بغى يجي لكندا يتزوج، اللي بغى يجي لكندا يجي يقرا، اللي بغى يجي يجي ايميغرون كاليفيي يكون عنده شي مهنه واعره مطلوبه، يجي انتربرونور، يجي اوم دافير، يجي ترافاي اوتونوم. ولكن اليوم غنهضر على واحد الفئه اخرى وهي الرياضيين. الرياضيين هاد الحلقه هذه خاصه بكم نتوما، ديدي لكم في هاد جونفي ديبي 2019، الحلقه خاصه بالرياضيين. اي رياضي في بعض ديسيبلين، بعض الرياضات اللي مطلوبه هنايا في كندا وفي امريكا، خاصه في امريكا، لان نعطيكم مثال كره القدم، هنا كيعيطوا لي الساكر، اوكي، الساكر كاينه واحد بحال بغيت تقول حنا عندنا البطوله الوطنيه المغربيه احترافيه، هنا كاينه واحد ام ال اس ميجور ليغ ساكر، اوكي. دونك هاد لا ليغ فيها تقريبا بزاف ديال الفرق كيلعبوا، وفيها مشاركين فيها تقريبا علينا واحد 800,000 ممارس رسمي، يعني اوفيسيال مقيد. الرياضه في كندا الفوتبول، الفوت، كره القدم، غير شعبيه، ولكن بدات كتطلع الشعبيه ديالها خاصه في الجامعات ولي كوليج والثانويات. سميتها الرياضه الشعبيه اللي كاينه في كندا وهو الهوكي والفوتبول، هذاك اللي مدير بحال الريغبي، فهمتي، كيتشابه ليه واحد شويه، غير هما دايرين دوك الكاسكار، دايرين دوك اللباس ديالهم موحد الى اخره. دونك الرياضه الشعبيه اللي كاينه هنايا كيف قلت لكم هي الهوكي والفوتبول. كاين رياضات اخرين، الا كنتي اخي او اختي عندك هاد الرياضات هادو، راه يمكن لك تجي لكندا او امريكا، زائد منحه دراسيه كيخلصوا عليك سميتها المصاريف ديال القرايه، المصاريف ديال الكتب، ولا ما كنتي ساكنه او ما كنتي ساكن في الكومبوس ولا الانترنا ديال الجامعه او الكوليج، كيخلصوا لك واحد لا لوكاسيون دو لوجمون، واحد التعويض باش كتخلص بيه على برا. المهم كلشي كيتكلفوا لك به. الرياضات اللي مطلوبين اكثريه، الطب ديالها كرات القدم. كره القدم الا كنتي جول او جوله او اغيير غوش، اغيير دروا، اغيير سنترال، ميليو تيران، اتاكون، انترينور، ماسور، تيرابوت، اي حاجه عندها علاقه بالرياضه. انا دابا كنهضر غير على الرياضيين سبورتيف، اتليتس، اوكي. كيمكن لك تجي لكندا او امريكا، غادي نوريك كيفاش دير، عندو اربع طرق او ثلاثه جربهم كاملين يكون احسن. وحده غتطلع شويه غاليه شويه، لان خصك دي بلاصه هنايا، والاخرين طاطي لا شونس ديالك، كينو ريسك ريان نو كان ريان، ما تخسر حتى شي حاجه. غادي داكشي اللي غادي نقول لك ان شاء الله، وما يكون غير الخير. دونك نسخن واحد شويه باش نهضر لكم على الطرق هادو. الطريقه الاولى هو قلنا نهضر على الطرق، نهضر على باسم كندا. علاش الفوتبول ما معروفش بزاف؟ لان اصلا ما كاينش لا جينيراسيون جديده عاد كتطلع لو ساكر. وفي كندا كاين يلا الفرق اللي معروفين، كاينه هنا في موريال، كاينه لامباك دو موريال، وكاينه وحده في تورونتو، تورونتو اف سي، وكاينه سميتها وحده فانكوفر، سميتها فانكوفر وايت كابس اف سي،
هادو ثلاثة اللي معروفين ومشهورين. اوكي دونك تعالوا دابا نهضروا على الطرق اللي اول حاجة الا كان ممكن تجي لكندا بفيزا فيزيتور. خصنا نعرفوا واحد القضية بين قوسين، ما كايناش في كندا فيزا سميتها فيزا توريست، ما كايناش. الفيزا اللي كتعطى يا اما فيزا ايميغرون يا اما فيزا ترافايور، يعني بيرمي ترافاي، يا اما فيزا بور بيرمي اي بور ايتود، يا اما فيزيتور. شحال غادي يمشي يزور الفاميليا ديالو، غادي يمشي يقرا، غادي يمشي لشي حاجه افير الى اخره. حاول تاخذ 6 شهور، حيت الا غتاخذ 6 شهور مزيان غادي دير الطلب ديالك انك غادي دير غتمشي تقرا لونجلي. راه بزاف ديال الناس كيجيو من ليترونجي كيجيو بهاد القضيات الاولى، كيتقيد شي سون دو 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 داميليوراسيون بيرفيكسيون ديال لونغ انغليز وكيجيو لكندا. دونك حاولي تقيد في شي دوره تكوينيه ديال اللغه الانجليزيه. ملي غتجي هنا اشنو غتجي معاك؟ فيديوهات على عليك نتايا، كيفاش كتلعب كره، كيفاش هذا. المهم غتبين البراعه ديالك بانك ان سبورتيف، ان فوتبولور ولا فوتبولوز دو نيفو عالي مزيان، يعني عندك ما يدار، تو اكسلون في السبور ديالك. او الا كنتي كتلعب تينيس او الباسكيت او الفولي او الهاميلتون، هاد الباتمينتون سمحوا لي، هادو كلهم سبور مزيان مطلوبين. اوكي دونك كاين الفوتبول، كاين الكره القدم، كاين الفولي بول كره الطائره، كاين الباسكيت كره السله، وكاين التينيس. اوكي كره المضرب، التينيس مزيان. دونك كتجي هنا وتجي معاك الفيديوهات وتجي معاك التصاور ديالك وتجيب لي لا كي كتبوا لك دي زارتيك ولا ربحتي شي شامبيون ولا شي ديستانكسيون خديتيها حتى هما يجيبو معاك. وغتمشي تدور على من غتمشي تدور على الاكاديميات كاينين. انا في الروابط غنحط لكم بزاف ديال لي زادريس، بزاف ديال المعلومات الا بغيتو تجيو وتقعد تقلب. تجمع الدوسي ديالك تمشي لعند هاد الجامعه، هاد الكوليج، هاد الاكاديمي وانت غادي. بالنسبه لموريال عندهم واحد الاكاديمي، نخلي لكم الرابط ديالها. كاين فانكوفر تاعي عندها الرابط ديالها. اما امريكا فيها اكثر من كندا، راه يمكن تمشي حتى امريكا الا بغيتي، ولكن احسن كندا. دونك غتبقى تدور عندهم تقول شنو عندي شنو عندي شنو عندي شنو عندي. الا عجبتيهم غادي يقيدوك في اليونيفرسيتي ولا في الكوليج، غادي يقيدوك فيها باش ترجع للمغرب. راه يمكن لك ما ترجع، يمكن لك تبقى هنايا، راه ماشي مشكل. طلع الوريقات ديالك بان عندك ان بيرمي سميتها ايتود، يقدروا يصيبوا لكم، راه ماشي مشكل بلا ما ترجع حتى المغرب. اوكي دونك الا كاين اللي كيقول لك لا راه يكسر المغرب، من اكثر الحالات اللي شفت وسولت عليهم ما رجعوش لبلاداتهم. هنايا جاو فيزا فيزيتور او القديمه كيسموها توريست، ومشاو وداو سيرتو ديال لاميريك لاتين اللي كيجيو من الارجنتين، البرازيل، كيجيو بزاف، كان اكثر كيمشيو لامريكا. دونك جاو عجبهم الفورماسيون ديالهم، كيديروا معاك واحد الوقت فين تمشي عندهم التيران توريهم شنو كدير، لونطريمون ديالهم يجربوك، دور سميتها حصه تجريبيه كيسميوها ديال ليفالواسيون ديالك، كيقيموا لك هذاك اللعب ديالك كيدير، واش كتلعب مزيان ما كتلعبش مزيان الى اخره. ولا عجبتيهم راه كيديروا لك كيقيدوك في الاكاديميه او كيقيدوك في اليونيفرسيتي او في الكوليج، كتولي طالب كيخلصوا لك لي فري سكولير، يعني داك الشيء. لا قراو الرابط وغتلقاونا باش ندخل في الديتاي، شدوا الرابط وقراو وتوسعوا مزيان، كنعطيكم غير لي فلاش وعليكم نتوما تقلبوا. دونك هذه الخطوه الاولى انك تجي كندا وتجيب الملف ديالك عامر، تجيب الفيديوهات ديالك، تجيب لي ديستانكسيون اللي خديتي، تجيب الشواهد، الفورماسيون، اي حاجه جيبها معاك ويكون خير ان شاء الله. الطريقه الثانيه، اشنا هي غتمشي غتسمع، ما تجيش هنايا هاد لي ليست اللي عطيتكم انايا، غتحاولوا تتصلوا بهم وتقلبوا على اي اكاديميه كاينه في كندا او في امريكا وتصيفط لهم سميتها الفيديو ديالك. الاحسن شي واحد كيعرف يمونتي لك فيديو ديالك، فيديو يكون بروفيسيونيل وتحطه في يوتيوب. اوكي وتصيفط لي هو غير لو ليان، ديروا مثلا بريفي ولا بوبليك اللي بغيتي وتعطي له ليان ويشوفوا، لان بغيت تصيفط لي فيديو غيجيو ثقال. دونك هذه حتى هي طريقه ديال انك تمشي سميتها لعند
بلا في سميتها ا ديسطونس من المغرب وكتصيفط لهم السي في ديالك فين غتكون في القرايه ديالك لي سبور اللي كدير وتكتب لهم شنو صنعيتو لي رياليزاسيون اللي درتي الانجازات اللي درتي وشنو هما اللي ربحتي وشنو القيمه المضافه اللي غتعطي لهذا الفريق او هذا الكليه ديال هذه الكليه. راه هنايا كاينين بزاف ديال الكليات عندهم فريق ديال الفوتبول, كاينه ماكيل عندهم فريق مجهد, كاينين سميتها ديال لوكان باسكو بيكا مونريال, كاين ديال ليفرسيتي دو مونريال, كاينه كونكور ديال لافال اللي كاينه في مدينه لافال. هذوك هما عندهم ايكيب واعره, دونك غتكتبوا لهم غتكتب لهم تقول لهم شنو عندي صيفط لهم وغادي يجاوبوك وديك الساعه دير اجراءات في المغرب على اساس انك غتمشي طالب لما غادي يخلصوا لك القرايه يخلصوا لك بزاف الحوايج الى اخره الى اخره. الطريقه الثالثه هو انك غادي تمشي سميتها اتصل بال سميتها واحد الشهر غادي يمشي يعيطوا لهم, اتصل بدوك المكاتب ديال السمساره لي زاجون دو جوور لي سميهم لي ريكروتور, هادوك اللي المنقبين كينقبوا كيبحثوا على لي سبورتيف. كاينين بزاف كندا وفي امريكا, كاينين في يوتيوب كتقلب عليهم وتتصل بهم, هادو كتعطيهم السيره الذاتيه ديالك التصاور ديالك تعطيهم فيديوهات ديالك تعطيهم شنو كدير وهما كيقلبوا لك. هما عندهم ان غون ريزو, هو دي طريقه سهله عندهم ان غون ريزو. الا جيتي لكندا حاول قبل ما تجي لكندا تكون ديجا اتصلتي بهم وبال جامعات هما, ولكن السمساره هادو راه ما غاليينش, كيبدا تقريبا من واحد 1500 دولار حتى كيلقاو لك, وكتعطيهم واحد التصبيق كيقلبوا لك كيلقاو لك, وهنا راه معقولين ما كيكذبوا على حتى شي واحد, يعني ماشي نصابه ما حتى شي حاجه. اوكي دونك هادو هما الطرق اللي كيمكن لك تجي بهم كندا كريادي وعنده منحه دراسيه او عقد عمل, حيت ملي غتلقى مثلا مشيتي لامباك دو مونريال ولا فانكوفر وايت كابس ولا تورونتو, الا مشيتي عندهم راه خليت لكم الرابط ديالهم, راه عندهم واحد السيكسيون خاص انك تعرف بان السبور ديالك بغيتي تلعب معاهم. هادو ملي كيشدوك شنو كيدير كيديروا معاك عقد, كنت بحال كخدام معاهم ولا كنتي باغي تقرا, كاين اللي كيقول انا غنمشي نبغي نقرا, الا بغيتي تقرا الا ما كنتيش عندك شي نيفو ديال القرايه راه غتمشي عند هاد الفراقيات غيقبلوك يديروك معاك عقد عمل وكيمكن تبقى بلا ما تجي لهنا. اوكي وبالنسبه للجامعات مزيان يبغي تكمل قرايتك فابور هما كيخاصو كل شيء. عباد الله راه كندا دايره الملايير باش كتساعد لي سبورتيف يجيو, لان علاش هي رابحه من بعد اولا واخيرا. انت ملي كتجي هنايا كيمكن تطلب الاقامه من بعد عام بعدا, ومن بعد ملي كتجلس في كندا 3 سنوات كيمكن لك تطلب الجنسيه وانت غتهز الدرابو ديال كندا, او الا بغيتيش تهز الدرابو ديال المغرب اللي بغيتي انت او ديال الجزائر او تونس, المهم انت وحسب المخ ديالك والظروف ديالك والحسابات ديالك. نتمنى هذا الفيديو هذا يساعد الناس الرياديين, الله يخليكم الى ما نشروا هادو باسكو جو سي تري بيان كاينين الاف مؤلفه ديال الرياديين مساكن خص غير ياخذ بيديهم الرياديين. باش ما ننساش واحد ان بوكسور الجيريان كتب لي مسكين قال لي الله يخليك واش كاين شي اكاديميه الى اخره. كيمكن لك يا اخي تتصل بالاكاديميه, كاين دي اكاديمي في كندا في امريكا كتصيفط لهم فيديوهات ديالك كتصيفط لهم سميتها السيره الذاتيه ديالك, يقدروا يصيفطوا لك فيزا فيزيتور تمشي وتريني معاهم يشوفوك واش بوكسور بصح ولا غير والو, ولا كنتي بوكسور مزيان كياخذوك كيديرك باريناج وكتولي عندك كونطرا بحال خدام, يعني كتسمى ترافير كاليفي كيقول لك ان بيرمي ترافاي وكتجي. دونك الله يخليكم بارطاجيو الفيديو للناس الرياديين, راه كاينين ناس غادي يضيعوا في تما اوكي غادي يضيعوا في جميع البلدان المتخلفه كيضيعوا مساكن, عاونوهم راه يمكن لي يجي واخا باقي يعني مازال ما كملش القرايه ديالو يجي يكمل هنايا, الا ما قاريش غادي غضرب كونطرا غتسني, راه هنا كيحماقوا على راه بداو كيحماقوا على الفوتبول. الله يخليكم امريكا لا امريكا راه بزاف امريكا الا كنتي مجد
وهذاك علاش كندا كاينه منافسه بينها وبين امريكا. الله يخليكم، بارطاجيو 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 الرياضيين، هذا الشيء راه مهم بزاف ديالكم. ولكن ودو تقلبوا سنوش واحد اخر بقى يجيب لكم المعلومات بالديتاي، عطيتكم من شنو كاين وتبحروا تبحروا عندكم ليليان، اتصلوا بهم، كاين الانترنت كاين يوتيوب كاين كلشي، اتصلوا بهم وان شاء الله غادي تجيهم يكونوا الخير. يفوت توجور ريستي بوزيتيف، بقاو دائما ايجابيين 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 ايجابيين. اوكي شكرا على المتابعه. اسمعوا لي راني اليوم سخنت، كانت حلقه خاصه. ما تنساوش الصفحه ديالي، غنديرها لكم ديال الفيسبوك للتواصل. القناه الاخرى الفرنسيه شويه الانجليزيه ا او بي كندا، وهذه القناه بارطاجيو لايكيو شيريو كيف يقولوا اللي بغيتو. نتمنى لكم نهار سعيد، شكرا على المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.